يعني اكيد نحن بنفتخر باي صبيه سوريه عم تعمل من ادوات جدا بسيطه هيك مشروع. بدنا نقول لها موفقه يا رب لرولا لكل الصبايا اللي عندهم مشاريع، بنحاول بكل مره انه نسلط الضوء عليهم. وصلنا لفقرتنا الطبيه لليوم، رح نتناول من خلالها موضوع مهم وعم نلاحظه للاسف بشكل متكرر ضمن محيطنا، فما عادت الجلطات القلبية مقتصرة فقط على كبار السن، بل عم نشوف يعني العشر سنوات الأخيرة في تزايد بنسبة الإصابة من قبل الشباب بنسبة 2%، وهذا الشيء بحسب إحصائية حديثة. تماما يعني ميشا، اليوم بدنا نحكي شو أسباب إصابة الشباب بالجلطة القلبية وهل لكورونا علاقة بهذا الموضوع؟ رح نعرف كل هالتفاصيل مع الدكتور طلال السعدي الاختصاصي بالجراحة القلبية. يسعد صباحك دكتور طلال. صباح النور، أهلا وسهلا يا ريت. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. للأسف مثل ما حكينا عم نسمع عن حالات كثيرة، توفى فلان شاب بعمر صغير، شو السبب؟ جلطة. طيب نحن أغلب الأمراض أو أغلب الأسباب يلي بتكون نتيجة لوفاة بنقول عنها جلطة، ولكن ما كل الحالات بتكون جلطة. خلينا نعرف شو هي الجلطة القلبية علمياً. علمياً. هلأ كلمة الجلطة القلبية ما هو مصطلح علمي دقيق؟ هلأ أمراض القلب مجموعة كبيرة من الأمراض، يعني طيف واسع من الأمراض. تمام. يبدأ من عمر يوم حتى آخر يوم بعمر الإنسان، حتى الأجنة ممكن يكون عنده مشاكل قلبية. اللي مقصود فيه يعني فيه عاميا بكلمة الجلطة هو مرض نقص التروية الإكليلية، هذا الاسم العلمي له، نقص التروية الإكليلية الذي يحدث في سياق مرض تصلب الشرايين. مرض تصلب الشرايين هذا اللي يقصد به بموضوع الجلطة، واللي إذا حصل ضمن سياقه احتشاء، يعني آخر مراحله هو أنه حدوث انسداد كامل بالشرايين القلب، هذا ما يسمى عند العوام بالجلطة. طبعا حتى نفهم شو هذا مرض نقص التروية القلبية، العضلة القلبية تعمل بشكل دائم على مدار الساعة، يعني لا تتوقف عن العمل، لها شبكة من الشرايين تقوم بترويتها، تزويدها بالدم، يعني الذي يحمل الأكسجين والسكر حتى الاستمرار عمله بشكل دائم، لأنها لا تتوقف نهائيا. تمام. شبكة الشرايين هي اللي تبدأ من بداية يعني أول فروع الأبهر، هي في شبكة شرايين، شريان إكليلي أيمن وإكليلي أيسر، والاثنين بيتفرعوا على سطح القلب. هي الشرايين التي تعطي تروية للقلب لما بيحدث ضمنها تضيقات، هذا يسمى مرض نقص التروية الإكليلية. يعني بيصير تماما مثل أي شبكة تمديدات أو مياه، مع الزمن بيحدث بقلبها ترسبات تؤدي لتضيق بلمعتها. أيضا في سياق مرض التصلب الشرايين اللي بيصيب كل شرايين الجسم، بيحدث تضيقات في لمعة الشرايين التي تغذي العضلة القلبية نتيجة تراكم الكوليسترول والليف والكريات البيض وأشياء كثيرة تحت الطبقة البطانية. هذا مع الزمن بيزداد هالتراكمات تزداد، فيؤدي مع الزمن لتضيق يعني صغر اللمعة من الداخل، وبالتالي تصبح كمية الدم اللي تمر ضمن هذه الشرايين قليلة لا تكفي لتروية القلب، لترويتها بشكل كامل. مع الزمن إذا وصلت لدرجة أنه صار الانسداد كامل، هون يحدث ما يسمى عند الناس بالجلطة، واللي هو حقيقة إذا كان الانسداد مفاجئ هو اسمه باللغة الطبية احتشاء العضلة القلبية، الذي قد يؤدي إلى الوفاة وقد لا يؤدي إلى الوفاة. تمام. يعني. طيب يمكن دائما السؤال اللي بيخطر عند أي حدا أنه طب نحن من أي عمر الإنسان بصير أساسا معرض أكثر من غيره للإصابة بالجلطات، ولازم يعمل فحوصات معينة ليراقب حاله، وإمتى نحن بنقول على شخص أنه كتير صغير على أنه هو ينصاب بجلطة؟ يعني هلا بالنسبه لموضوع العمر، طبعا هذا المرض يحدث عند اغلب البشر، هو يعني لا يحدث نتيجه لحظه معينه، لكن يحدث على مدى تراكم عشرات السنوات. هلا العمر الطبيعي للانسان انه يصاب بنقص الترويه الاكليليه، العمر الذي يعني ما بنقول انه هو يعني شاذ، انه يحدث بعد بالعقد السابع من العمر، يعني بعمر بين الستين والخمسة وستين عام. هذا العمر معناها طبيعي، يعني أنه ممكن الإنسان بشكل طبيعي أن يصاب بنقص التروية الإكليلية، يعني تطور المرض الطبيعي، نتكلم عن تطور المرض الطبيعي. هلأ إذا حصل عند الذكور قبل عام الخمسة وخمسين، سن الخمسة وخمسين، والإناث قبل سن الخمسة وستين، بيقول هذا باكر، يعني ظهوره مبكر. هلأ تحت حدوثه تحت عمر الخمسة وأربعين للجنسين، إذا صار نقص تروية إكليلية واضح تحت عمر ال 45، هذا بنقول عنه إنه نقص التروية القلبية عند الشباب، يعني يكون عمر ال 45. هلا بس إنه في موضوع يعني بحب شير له، إنه هذا نقص التروية القلبية
يعني يبدأ بسن مبكرة. موضوع أنه عفوا تصلب الشرايين يبدأ بسن مبكرة. يعني في دراسات أجريت على مرضى توفوا، آلاف المرضى توفوا يعني بسن الشباب بين 15 و30 سنة، طبعا نتيجة حوادث سير، نتيجة حوادث انتحار، نتيجة يعني أسباب غير طبية، يعني كانت أسباب أو تعاطي المخدرات، يعني أشياء مو طبية. وجدوا أنه تطور هذا المرض يبدأ من عمر 15 سنة، يعني بس يكون بسيط جدا، يعني بيكون ترسبات بسيطة تحت الطبقة البطانية. بعمر ال 30 سنة بعد عمر ال 20 بيبدأ تسارع هذا الموضوع، فلذلك حدوثه يعني ليس هو يبدأ بسن متأخر، يبدأ من تطوره منذ الصغر. وحتى وجدوا أنه 2% من الشباب يعني بعمر 15 سنة ممكن يكون عندهم تصلب، يعني درجة من تصلب الشرايين بشرايين العضلة القلبية بشرايين. وبعمر 30 سنة ممكن النسبة تصل حتى 8%، يعني عمر 8% بيكونوا لديهم درجة من نقص التروية الإكليلية. فهو مرض لا يبدأ لكن يتطور مع الزمن، يتطور. إذا وصل طبعا ما بيشعر المريض بآثار هذا المرض إلا عندما يتجاوز التضيق نسبة 50-60% من لمعة الشريان. يعني إذا كان التضيق مجرد 30% أو 40% من لمعة الشريان لا يشعر المريض بأي أعراض. دكتور يعني ما في إذا تجاوز 50-60% تبدأ هنا عندها الأعراض، بصير كمية الدم التي تمر لا تكفي، وبالتالي تظهر الأعراض عند المريض. فينا نقول إنه ما في أعراض نهائياً دكتور وقت بتكون النسبة أقل من 50%، يعني ما في شيء بدل للمريض ليبلش مرحلة الخطورة. يعني باستثناء الشريان الرئيسي الجزء الإكليلي الأيسر، إذا باقي الشرايين إذا كانت أقل من 50% قد لا يشعر المريض نهائياً بأي أعراض، لأنه هي بالأساس تكون لمعة الشريان أكبر من الذي يحتاج الإنسان. فتضيق بنسبة 50% من لمعة الشريان باستثناء الجزء الإكليلي الأيسر ما بيعطي، قد لا يعطي أي أعراض، قد لا يعطي، وقد يعطي أعراض لكن على الجهد. أوكي طيب دكتور، معناتها هيك عرفنا يعني بعض التفاصيل عن هذا الموضوع أو الأسباب يلي ممكن تؤدي للإصابة بجلطات. فينا نقول إنه العامل الوراثي ممكن يلعب دور بهذا الشيء، وخاصة إنه يصير جلطة بعمر الشباب أو ما له علاقة؟ طبعا تحت سن 45 عام هو بالأعمار المتقدمة تصلب الشرايين هو السبب الأساسي، وهو مرض وراثي بامتياز. يعني هو ليس ورد، يعني الوراثة تلعب الدور الأساسي بحدوث هذا المرض، بحدوث التراكمات تحت البطانية اللي يعني ببداية المرض. يعني يجب أن يكون هناك استعداد وراثي. هلأ في عوامل مؤهبة، عوامل خطورة بتأهب وتسرع من حدوث هذا المرض. هلأ هي اللي أهمها التدخين، الداء السكري، اضطرابات بشحوم الدم، خاصة ارتفاع الكوليسترول المنخفض الوزن اسمه LDL. هذا ارتفاعه ونقص الكوليسترول عالي الوزن الجزيئي، إذا حدث خلل بالنسبة بيناتهم أو ارتفاع بالكوليسترول هذا LDL المنخفض الوزن الجزيئي كمان هذا عامل مؤهب. السمنة، نمط الحياة، هي كلها عوامل تؤهب لحدوث، بتسرع حدوث نقص التروية، لكن الأساس فيها الوراثي. هلأ تحت سن 45 عام في 20% من الأسباب غير تصلب الشرايين. ممكن أحيانا يكون في تشوهات بشرايين القلب، ممكن تعاطي المخدرات أو تعاطي المنشطات، هذا كمان يؤهب لحدوث نقص تروية إكليلية دون وجود تصلب الشرايين. أحيانا في أمراض مناعية، التهابات بالأوعية قد تؤدي كمان لنقص بالتروية الإكليلية تحت سن 45. أيضا أمراض النسيج الضام ممكن تؤدي لنقص تروية قلبية تحت سن 45. ففوق 45 أغلب أنه هو تصلب الشرايين. تحت منها 20% من الحالات بيكونوا ما لهم علاقه بتصلب الشرايين، امراض ثانيه. طيب دكتور، كنا عم نسالك على موضوع تحت الهواء، وبتوقع كثير اشخاص عم يتابعونا عم بيعانوا منه. اليوم في كثير اشخاص نتيجه الضغوطات، الحياه بشكل عام، نتيجه اي ضغط هن شخصي يمكن عم يتعرضوا له، ممكن يحسوا بتسارع بضربات القلب، ممكن يحسوا ب مثل ما بنسميها نحن نغزه مثلا او وجع بتحس، وهن يمكن كثير ناس تتوقع انه ممكن هذا يكون دليل انه انا ممكن يصير معي جلطة. سواء هو حدا، يعني نحن عم نحكي نحن بالنسبة لنا كشباب يعني عم نعاني من هذا الموضوع، يعني طمنتني تحت الهواء قلت لي لا هذا مو جلطة. يعني هلأ في حالة تصيب الشابات كثيرا، يعني هي بيكون موضوع له علاقة بانسدال الصمام التاجي، يعني بيكون في تطاول بوريقات الصمام التاجي لكن ما له قيمة هو بالنهاية الوظيفية. مع شيء من التوتر النفسي بتعاني الشابة من آلام بالجانب الأيسر من الصدر، مع أحياناً تسرع
بضربات القلب. هذا المرض يعني ابدا لا علاقه له بالنقص الترويه الكليليه، يعني ما بيتحول ولا يتحول الى جلطه ويعني لاحتشاء، وما في اي خطوره منه على الحياه، وهو شائع جدا خاصه عند الشابات. نقص الترويه الاكليليه حتى يكون يعني بشكل واضح، هو الالم او ضيق التنفس يحدث مع الجهد، يعني بيكون مرتبط بالجهد، انه صعد الى درج او مشي بسرعه او ركض، فبدا يشعر بالم صدري. والم الصدري هذا جاء على التعب، ومجرد ما ارتاح المريض يتراجع هذا الالم. فبينما هذه كلها موضوع اضطرابات يعني بيلعب فيها العامل النفسي وبعض اضطرابات النظم، لكن هي لا تتحول ابدا الى نقص. طب والازمه قلبية. القلبيه اللي احنا بنسمع كمان فيها انه فلان صار عنده ازمه قلبيه، هون احنا كيف كمان ممكن نفرق بينها؟ هلا اي ازمه قلبيه مو شرط تكون انه هي نتيجه نقص ترويه اكليليه، ممكن ازمات قلبيه يعني اي خلل بعمل، خلل شديد بعمل القلب ادى الى هبوط الضغط او اضطراب بعمل العضله القلبيه. هلا ممكن يكون احيانا في شيء اضطرابات النظم، يعني اضطراب كهربائيه القلب، لانه عمل العضله القلبيه يرتبط بكهربائيتها، يعني مثل كأي محرك أنه يبدأ عمل القلب من شحنات كهربائية يصدرها أجزاء من القلب اسمها العقدة الجيبية الأذينية، تصدر تنبيه كهربائي يبدأ عنده عمل القلب. ففي شيء اسمه اضطرابات النظم اللي مرتبطة بخلل عمل الجهاز الناقل، جهاز المولد للنبضان داخل القلب، هذا بيؤدي لاضطرابات بالنظم. هي اضطرابات النظم احيانا بعض انواعها تكون خطيره وخبيثه وتؤدي الى الوفاه. هلا ايضا قسم من هذه الاضطرابات ما له علاقه ابدا بموضوع نقص الترويه، هي امراض اخرى. ممكن هالنوبه التسرع القلب الشديد تؤدي لهبوط الضغط، تؤدي للغشي، لفقد الوعي. قد تكون مرتبطه بامراض قلبيه اخرى، وقد تكون يعني بدئيه ما لها علاقه باي امراض اخرى. وهون طبعا دور الطبيب بتمييزها، بس الشباب بشكل عام اذا اصيبوا بهالما يسميه الناس الازمات القلبيه، الاغلب انه تكون اسبابها ما لها علاقه بنقص الترويه القلبيه، تكون من اسباب اخرى. اسباب اخرى. تمام. طيب خلينا شوي دكتور نحكي عن فكره، يعني بظل جائحه كورونا للاسف اغلبيه الاشخاص صاروا انه صار معه جلطه امبارح اخذ اللقاح فاليوم صار معه جلطه، صار مرتبط اي شيء بالحياه واي ضرر بالحياه لانه فلان اخذ لقاح فصار معه هيك. ما صحه هذا الكلام دكتور؟ والله هلا اكيد انه بالنسبه لبعض الحوادث الخسريه اللي حصلت خلال اعطاء اللقاح هي حوادث نادره جدا، يعني ونسبتها قد تصل لواحد بالمليون أو واحد بالمئة ألف، يعني هي ليست شائعة جدا، ليست شائعة. إذا قارنا مخاطر عدم استعمال اللقاح مع خطورة حدوث هذه الاضطرابات الخسارية يعني اللي هي نادرة جدا جدا، فمنلاحظ أنه استعمال اللقاح أفضل بكثير من عدم استعماله. هلأ أنا بحب طمن الناس أنه كل اللقاحات الموجودة حاليا للكورونا بكل أنواعها، الحوادث الخسارية اللي فيها يعني الجلطات هي نادرة جدا، يعني قد تصل نسبتها لواحد بالمليون، فاحتمالها ضئيل جدا، وكل اللقاحات هي آمنة وما في علاقة. أحيانا بيكون المريض هو مريض عنده مشكلة بالأساس، عنده نقص ترويه قلبية، لما نحن منلقح 100,000 إنسان ممكن يكون أكيد فيهم نسبة 2000 أو 3000 إنسان هؤلاء عندهم نقص ترويه قلبية، ففي احتمال بشكل طبيعي أن يصاب بأزمة قلبية أو نقص ترويه ويتزامن يعني حدوث مع أخذ اللقاح. بس دكتور يعني ختاما وسريعا، فكرة المميعات يلي في عالم عم تاخذ الاسبرين اللي هو ما بتخيل انه هو ما له ارتباط بان انا اخذ اللقاح امبارح فباخذ اسبرين لبعد 10 ايام، قديش هي المعلومه ممكن تكون صحيحه او خاطئه؟ ابدا، يعني حتى الحوادث الخساريه اللي بتحدث في سياق الكورونا آليتها مختلفة عن آلية الاسبرين. آلية الخسار اللي بتحدث في سياق نقص التروية الإكليلية تماما، وهل حتى الحوادث اللي حدثت بسبب اللقاح وهي نادرة جدا ما لها علاقة بالأسبرين، يعني متعاكسة تماما، فلا فائدة من استعمال الأسبرين، يعني اذا انه للوقايه، انه في حال انا اخذت لقاح اخذ اسبرين ابدا ما في فائده، ولو كان حظه سيء يعني من هالواحد بالمليون اللي يمكن يصابوا بحوادث خساريه، الاسبرين هم ما بيفيدوا. وحتى التميع اليته في سياق الكورونا يعني ادويه مختلفه عن
الأسبرين، فما في أي فائدة ولا داعي لاستعمال الأسبرين عند أخذ اللقاح. يعني دكتور طلال معلومات كثيرة ومفيدة أكيد أخذناها من حضرتك، شكرا كثير لك ولوجودك معنا، أهلا وسهلا فيك. يعطيك ألف عافية دكتور، شكرا لك والله يحمي الجميع يا رب. آمين.